طبعا احنا بنشأ طفرة إعلامية المجتمع العربي لم يكن متعود عليها سابقا. الطفرة الإعلامية دي مثلا في خلال ال10 سنوات اللي مضت بانتشار القنوات الخاصة التلفزيونية المستقلة وانتشار الصحف المستقلة والخاصة، إلى جانب طبعا ما تطور في ال5 سنوات الأخيرة من الاتصال الإلكتروني سواء كان عن طريق بلوجرز أو الفيسبوك أو خلافه. طبعا دي وسائل في إيدين بشر، زي كل الأدوات التقنيات الحديثة اللي أنشأتها ظاهرة التحديث مش الحداثة. الحداثة هي أكثر في القدرة على استيعاب الفكر الخاص بالحداثة، لكن في التحديث احنا بنتكلم على أدوات. الأدوات دي ممكن استخدامها لصالح المجتمع بصفة عامة، ويمكن استخدامها أيضا لتمزيق المجتمع، وبالتالي استخدام هذه الأدوات يعني مسؤولية. واحنا نعلم أنه هناك قنوات دينية كثيرة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب القنوات الأخرى السياسية والاجتماعية والبابليك توكس اللي بيفتح الفرصة للمواطنين أن يتواصلوا مع بالتليفونات عبر هذه مؤثرة جدا، لأنه أسهل على المواطن على الشاب مثلا أنه يجلس أمام التلفزيون أو أمام الكمبيوتر ويتواصل عن أنه يمسك جريدة ويقرأها. هذه الأدوات تؤثر في عقلية المشاهد أو القارئ، وتحشد جموع من البشر حوالين قضايا معينة. هل ممكن تعطينا فإذا مثلا حشدنا حوارات حول قضية الحجاب في الإسلام كنموذج، في مصر قضية النقاب أصبحت هي الحوار، أصبح هناك مجموعة من القنوات الدينية الإسلامية. طبعا هناك قنوات مسيحية أيضا لها جوانب سلبية على علاقة المسيحي بالوطن وبشريكه في الوطن وشركائه في الوطن، لكن إذا نظرنا لبعض القنوات الإسلامية التي تضع براهينا من القرآن والسنة أن النقاب فريضة، طبعا ده بيتأثر بجموع من المواطنين، فاللي النتيجة إنه اللي ما تتنقبش تبقى أمام هؤلاء ترك الدينها، وهي قضايا لا تدخل في عمق فهم الدين الإسلامي، لأنه حولنا الدين إلى مظاهر، ومن خلال الحكم على المظاهر نحكم على الشخص، برغم إنه يمكن أن يكون الظاهر غير الباطن. من يعلم علاقة المنقبة أو المحجبة أو الذي يلبس جلبابا شرعيا كما يقولون من الرجال له علاقة صحيحة بربه؟ من يستطيع أن يدخل إلى عمق وقلب وفكر الذي يلبس بحسب الشرع في علاقته بربه؟ إذا حكمنا على الإنسان من مظهره أكثر من حكمنا على سلوكه، على أمانته، على قدرته على التواصل، على المعاملة، وأخرجنا الدين من كونه دين علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان إلى مجموعة من القيود المظهرية، وحكمنا على الإنسان من خلال هذه المظاهر. طبعا انتشار مثل هذه القنوات ينشئ تيارا من الفكر اللي يؤكد على شكل الدين أكثر ما جوهر الدين في العلاقات وفي المعاملات وفي العبادة النقية بقلب طاهر وفكر نقي أمام الله. طبعا من هنا نظن الإعلام يمكن أن يكون تأثير كبير سلبي أو إيجابي، وبالتالي نحن نوجه لابد أن نوجه القنوات الإعلامية
إنها تناقش القضايا الحية للإنسان والمجتمع، وإنها لا تفرض على الإنسان قيودا معينة ظاهرية. ويقال أن هذا هو الإيمان، سواء كان إيمان مسيحي أو إيمان إسلامي، أن نبتعد عن المظاهر وأن ندخل إلى عمق القضايا، بحيث يصبح المواطن شريك في الحياة العامة، في المجتمع العام، شريك في حركة المجتمع وتقدم المجتمع. أوكي، آخر شيء، إذا بتحب يعني توجه نصيحة عامة للشباب عن هذا الموضوع. أولا لازم يبقى يعني بدعو الشباب إلى التفكير، التفكير الجمعي، إلى مناقشة القضايا بعمق مش بسطحية. والهدف من مناقشة هذه القضايا هو كيف يكون أن يكون الإنسان المواطن فاعلا في مجتمعه، فاعلا في بناء حياة إيجابية مع شركائه في المجتمع والمختلفين معه. أن نؤمن أننا كمواطنين نحيا في مجتمع متنوعين، وكل واحد فينا له الحق في اختيار ما يراه لنفسه مناسبا، سواء كان ده اختيار سياسي أو اختيار اجتماعي أو اختيار ثقافي أو اختيار ديني. لكن في النهاية حقي في اختياراتي لا ينفي حق الآخر في اختياراته. وبالتالي أنا إذا اخترت مثلا أن أكون منقبة كامرأة، لا أستطيع أن أفرض حق امرأة أخرى أن تتنقب أو تتحجب. من حقها أن تختار لنفسها ما ارتأت في إيمانها الشخصي. نفس الحكاية في الاختيار السياسي، نفس الحكاية في الاختيار العقيدي أو الديني. أدعو الشباب إلى احترام، أولا يكون لنا إرادة في الاختيار بوعي وفهم، ثانيا احترام حق الآخرين في اختيار، لدرجة أنه في شخص قال أنه من حقي أن أكون أنا، لكن أيضا من واجبي أن أحمي اختيار الآخر في اختياراته. ولو قدرنا نتعامل بهذا المنطق كشباب، فعلا هنبني مجتمع نامي وقادر. أنا بدعو الشباب إلى التفاعل، إلى التعرف على المختلفين في المجتمع، إلى بناء الصداقات، إلى الانخراط في الحياة السياسية.